أكيد أنتم معنا إن شاء الله حتوصلوا له. مثلاً مجال الطب يتفرع منه عدة اختصاصات، ما في يكون طبيب بكل الاختصاصات، وإلا ما راح تلاقوه مبدع، فبيختص بمجال وبيتعمق فيه لحتى يوصل للاحترافية، من بعدها يبدع باختصاصه. ونحن بمجالنا ليوصل الشخص فينا للاحترافية والإبداع عليه أن يختص بنوع معين من أنواع التصوير، عشان كل نوع منه في له معداته الخاصة، إعداداته الخاصة، وأماكن الخاصة، والمنظور الخاص لكل مصور، ولو أنه في بعض الأمور مشتركة. بداية خلينا نبلش بالنوع الأول لصوره أكثر تداولاً، اللي هو تصوير الطبيعة Landscape. يعتبر الأكثر انتشاراً بين الناس نظراً للجمالية والروعة اللي بيتميز فيه عن باقي الأنواع، لأنه التنوع الموجود بالطبيعة حولنا يسمح لأي شخص حامل الكاميرا أن يلتقط أي منظر قدامه من شروق وغروب وخضر. هذا النوع بيعتمد بنسبة كبيرة على الضوء الطبيعي، حيث أنه استخدام الفلاش أو أي مصدر إضاءة خارجية بيأثر على النتيجة النهائية للصورة، بيسبب بتغيير ملامحها، عشان هيك لازم نختار الوقت المناسب لنصور، قبل الشروق مثلا أو عن الظهر، لأن بهيدي الفترة بيكون في فرصة عندنا نصور للتمتع بلون السماء وغياب الظلال الحادة وتناسق الألوان. تاني شيء تصوير الحياة البرية Wild Life Photography. يعتبر هذا النوع من بين أصعب أنواع التصوير الفوتوغرافي، لأنه بيتطلب من المصور أنه يكون رياضي بكل معنى الكلمة، يتميز بطاقة تحمل عالية، لأنه تصوير بعض أنواع الحيوانات المختلفة بيحتم على المصور أنه يتسلق جبال، أشجار، يقطع وديان وأنهار، والمشي لمسافات طويلة، وأكيد الراكض إذا لحقت حيوان مفترس. ثالث شيء ماكرو فوتوغرافي، هو التأمل بجمال الأشياء الصغيرة. أكيد بنشوفها صغيرة كتير بعيوننا، ولكن بتقنية ماكرو بنفهم قدرتها والتأمل بجمالها والتمعن بأي شيء صغير، إن كان حيوان أو حشرات أو جماد أو نباتات. بتم استخدام هيدي التقنية أكتر شيء بالبيولوجيكال ريسيرش، فبتم من خلالها توثيق العديد من الدراسات إلى علاقة بالحيوانات والنباتات. عنا البورتريت فوتوغرافي، وهي تصوير أشخاص أو بالأحرى وجوه. الصورة المصورة للشخص مش مجرد صورة، بل بتعبر عن شخصيته وحالته النفسية، إن كان زعلان، مبسوط، معصب أو قرفان، حيث إنه المصور يخلي المشاهد بيفوت بأعماق الشخصية المصورة. وهذا التصوير بينقسم لأربعة محاور رئيسية: نيوبورن بورتري، كيدز بورتري خاص للشباب، وبورتري خاص لتصوير الكبار بالعالم. وأكيد هذه التقسيمات ما بتجمع كل المصورين بالعالم، بل هناك بعض الفئات بتضيف تقسيمات ثانية مثل بورتري الحوامل والأبيض والأسفل. عندنا التصوير التجريدي Abstract Photography، وهو اللي مرق معنا بالجيفاوي. في كتير أشخاص ما فهموه وضلوا يسألوني عنه، عشان هيك هلا حأشرحه بشكل مفصل. وهو تجريد الموضوع عن اللي بتشوفه لعينك. بمعنى تاني، تصوير الشيء بطريقة معينة بتثير التساؤلات بذهن المشاهد. مش من الضرورة أن تكون فكرة ومفهوم الصورة واضح وإله معنى، ولكن بتفتح خيالنا وتصوراتنا ونصير بناخذ لأبعد بحسب منظور كل شخص فينا. وفي بعض العناوين الأساسية لهذا التصوير رح نذكرها لنسهل على حالنا فهمه، مثل تصوير التجريدي والخطوط، تصوير أشكال، تصوير نمط معين يعني التكرار، تصوير الألوان. عنا تصوير الحياة الصامتة Still Life Photography. يعد تصوير الحياة الصامتة من أقدم أنواع الفنون، كانوا يستخدموها بالزمان لتزيين جدران المعابد من خلال الرسم عليها. يعتمد على تصوير الأشياء الثابتة، الجمال أو النباتات، مكان غير بيئتها الطبيعية، والتحكم فيها لمثل على صيغة فنية معينة. وهذا النوع بيحتاج لدقة عالية ووقت كبير وعناية عند اختيار العناصر. عندنا التصوير المعماري مثل البلدي، هو اللي بيتم فيه تصوير المباني إن كانت جديدة أو عريقة، مثل المتاحف والمساجد القديمة والأثرية. عندنا تصوير حياة المدن أو الشارع Street Photography، وهو بيعبر عن أحداث يومية مختلفة بالشارع لمدينة معينة، حيث
بدراسة كل حركة أو جمود بالشارع فممكن نصور مثلاً حياة السكان اليومية، الأسواق، الحدائق والجانب الطبيعي فيها، أو حركتها الاقتصادية والصناعية مثل المعامل والشركات وكتير إشياء في يعيش الشخص فيها. وهيدي كانت حلقتنا لليوم الجزء الأول، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وحبيتوا شي نوع وانجذبتوا إله، وإذا لا انتظروا الجزء الثاني وأنا أكيد رح تحبوا شي نوع منه. أما بالنسبة لحظرة اليوم، شو هو النوع اللي بيعتمد على تصوير الأشياء الثابتة إن كانت جمادات أو نباتات؟ كل ما عليكم تعملوا ريف فلسكم بالقرعة وتربحوا هدية إنه تحطوا إجابتكم الصحيحة بكومنت وتعملوا فولو للصفحة اللي حتقدم الهدية وأكيد لصفحتي، وانتظروا اسم الرابح بالحلقة الجاية على القرعة.